عايزة أبلغ إن حظر التجوال اتفرض من الساعة 6 الصبح، وحركة المدنيين هتتأيد تماماً، وهيتمنع حق التجمهر في البلاد. كل وسائل الاتصال الإلكتروني مقيدة، وأنا بنفسي عززت جداً وكالات الحراسة وقمت بتشديد الأمن. وزيادة على الإجراءات دي بناشد بأن يجب تسليم كل الأندرويد للسلطات المعنية، وفي معسكرات مؤقتة مبنية وموجودة في كل المدن لاحتوائهم وتدميرهم. وأنا حالياً بطالب كل المدنيين إنهم يتعاونوا مع السلطات، وإنهم يتأكدوا إن الإجراءات دي بس هدفها هو ضمان والحفاظ على أمن الدولة. أرجوكي يا فندم. سيادة الرئيس، في ناس كتير جدا مصدقين ان الاندرويد اذكياء، ردك ايه؟ دي اكيد سخافه. السؤال التاني من فضلك. ارجوكي رجاء، البعض بيقول ان المعسكرات دي ليها ذكريات مؤلمه، ايه ردك على ده؟ ده سخيف ومفيش اي علاقه تربطهم، والاندرويد مش كائنات حيه، وكل اللي بنقوم بتدميره عباره عن الات بايظه. يا سيادة الرئيس، أرجوكي أرجوكي. إيه تعليق حضرتك على الهجوم اللي حصل امبارح؟ وحب أقول لكم إن مكتب التحقيق الفيدرالي عمل غارة على سفينة في ديترويت، وده كان حوالي الساعة 11، ومعلومات كتير بتقول إن أندرويد كتير اتدمروا وتم أسرهم. وفي الوقت ده قوتنا بتبحث في كل مكان علشان ما يهربش حد، وبأكد لكم هنلاقيهم واحد واحد وحندمرهم. يا سيادة الرئيس، يا سيادة، صحيح الأندرويد بيمثل 60% من القوات المسلحة، وهل يقدر جيشنا يأمن بلدنا من غير أندرويد؟ إحنا بنعطل كل الأندرويد العسكري لو شكينا لحظة في كفاءتهم وولائهم، وكمان طلبنا قوات دعم محلية. قواتنا المسلحة بتشتغل بكل طاقتها عشان تحافظ على أمن وطننا. يا سيادة الرئيس، أرجوكي، وإيه بقى مصير سايبر لايف؟ هل صناعة الأندرويد هتتمنع خالص؟ وعلى فكرة إحنا بنشتغل مع سايبر لايف علشان نعطل المتحولين، مش هقول ومش هعلق على حاجة تانية لغاية ما نقفل قضية الأندرويد. أشكركم، ده كل اللي عندي. كونر موديل 313-248-317 مستنيني. التحقق من الهوية تم بنجاح. تمام بطل. امشي ورايا، هنوريك الطريق. شكرا، بس انا عارف الطريق. جايز، بس انا عندي اوامر. تحققنا من الأندرويد، تحققنا من العناصر التبعية، اكتملنا.
عميل 54 مستوى 31. تم التعرف على الصوت. أذن لك وموقعك. عميل 54 مستوى 49. تم التعرف على الموديل RK 800. ليس مسموحا لك باستخدام المصعد. العميل 54 المستوى ناقص 49. تم التعرف على الصوت. أذن لك بالدخول. للأمام. أنا خايفة. أنا مش عايزة أروح. مفيش حل تاني يا أليس. اللي بعده. كارا لا أنا مقدرش. أنت بس هتعدي البوابة. مفيش حاجة تخافي منها. أنا وراكي. أنت الأول. لحظة، اديها دقيقة، دي بنت صغيرة. أسفة، أنا أسفة، أنا ماشية. يلا، ده دورك. عطلي جلدك بسرعة. أرجوك يا كارا، لا. ده لازم. Thank you.
اقلعوا هدومكم، ارموها في صندوق الزبالة. يلا من هنا اتحركوا. انت خدي المقلب الزبالة. لا لا اتوسل اليك. انا وجهت لك امر، نفذ دلوقتي ارجوك. ما تقتلنيش ارجوك. انت اتخلص من الاثنين من غير ما تعك الدنيا. حالا يا فندم. للامام. يا الله اتحركوا. اهدي هناك. لا استنى احنا مع بعض. هناك زي ما قلت لك. معاكم في بث مباشر من ديترويت، حيث يحتشد الآلاف من الأندرويد في أنحاء المدينة دلوقتي. وقائد المتغيرين المدعو ماركس يقود المسيرة. في حاجة بتحصل في ديترويت يا سيادة الرئيس. احنا هنا في لحظة الحقيقة. هناك في مئات مننا، هتعملوا ايه فينا؟ هتدمرونا كلنا؟ مفيش تراجع دلوقتي. بنطالب بتحرير كل الأندرويد المحجوزين في المعسكرات وإنهاء كل الاعتداءات علينا. إحنا مسالمين ومش هنلجأ أبداً للعنف، بس مش هنمشي لحد ما يتحرر شعبنا.
هتفتحوا النار على متظاهرين مش مسلحين؟ مايكل، احنا على مسافة اقل من 100 متر وفي احداث بتحصل. هنبلغكم باخر المستجدات. جوز دوغلاس، القناة 16. مايكل، رجعت لك. هنعمل ايه دلوقتي يا ماروس؟ هنصمت لاطول وقت ممكن. خليكم مستعدين. لا، خرد انت، خليك مكانك يا كونر وانا هسيبه. اسف يا كونر، المعفن ده شبهك بالظبط. اليس، عايز اخرج من هنا ارجوك، سيبوني اخرج. عايز اخرج. اليس، انا ما عملتش حاجه غلط، سيبوني اخرج. اليس، ما حصلش اذى، لا ما تتحركش ابدا. بوسكوت صار. اليس، لا لا مش هسيبكم تقتلوني. عايز اخرج من هنا. عايز اشرب. اشرب رالف، عارف اشرب ايه اللي ورا الابواب دي؟ عايزين نزورهم. مش هيبقى صح. لا مش هيبقى صح، مش هيبقى صح. اليس، مش حاجه غلط، ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش حاجه غلط. انا فاكراكي، انت انقذتيني من بيت السيد. هما ليه جمعونا سوا بالشكل ده؟ هيعملوا ايه؟ اسمع، بس دفاع عن نفسه. ايوه دفاع عن نفسه. انت سامع؟ ده صوت احيانا انت كمان قبضوا عليك. البشر قالوا علينا وحوش، قتلوا معظمنا، حطوا الباقي في شاحنات وجابونا هنا. مش هيبقى صح. لا مش هيبقى صح. الطفلة اللي كانت معايا، تعرف هي فين؟ ما عملتش حاجة غلط. لا لا، هي مش هنا. بس ده غلط. كارا، ما فيش شك ابدا انها كارا. اكيد اتقبض على كارا كمان. ده شيء سيء قوي، سيء قوي. رالف، ما شفتش البنت الصغيره اللي كانت معايا؟ واضح كده ان البنت مسجونه هنا زي رالف، بس رالف مش عايز يموت. لا، رالف مش عايز يموت. ما تتحركش ابدا. واسكت خالص، اسمع كلام. رالف مش عايز يموت. هيبقى مؤسف لو رالف مات. ايوه، انت ما شفتش اليس؟
رالف ما قصدش أذى. لا لا ما تتحركش أبدا. رالف قتل البشريين بس دفاعا. بصلي يا رالف، محدش هيأذيك، لازم تفضل هادي. ماشي. رالف ما شافش البنت. لا رالف ما شافهاش. شكرا يا رالف. ايه اللي ورا الابواب دي؟ جاري كارا مسكوكي انت كمان. جم ياخدوا كل اللي اسمهم جاري، فرقوا بينا، بس كل حاجة هتبقى كويسة مش كده؟ ما تعرفش فين أليس؟ أليس؟ الطفلة الصغيرة؟ أيوة عارفين، متهيألي شفناها. كارا قوليلنا ازاي نقدر نساعدكم؟ لازم ننقذ الطفلة. جيري جيري كارا جيري انا لازم الاقي أليس. انت تعرف هي فين؟ خليك انت هنا، هنرجع بسرعة. انتي كويسة؟ حصل حاجة؟ المكان ده مش مريحني، احنا لازم نخرج من هنا. يلا اتحركي. يلا انت كمان. استنى لحظة، سيبها، بقولك سيبها. كارا أليس. يلا من هنا اتحركي بسرعة. لازم نخلص من الحاجز، يلا ساعدوني. ساعدوني. تمام ده كويس. عارفين ان ده مش هيوقفهم بس هيدينا شوية وقت. انا عارف ان ده قرار ما كانش سهل انك تاخده، بس واثق اننا بنعمل الصح. مشاعر لحظة للي ماتوا من المعارضين.
لقينا اللي انت طلبته يا ماركس. في صحفيين هناك، لازم نعرفهم كل اللي بيحصل. انت كويس؟ كانوا بيضربوا في اي حتة وناس كتير ماتت. يا ممكن اكون انا خايف. انا مش عاوز اعطل. احنا جينا هنا عشان مش عايزين نحس بالخوف تاني، لاننا احسن من اللي بيقولوه. ده اللي ضحى شعبنا عشانه، ده سبب وجودنا. مش هيقفوا عند كده. هنعمل ايه لو هجموا علينا؟ هنقاوم و
وده اللي نقدر نعمله. تفتكر في احتمال كونر ينجح؟ احنا هنعتمد على نفسنا دلوقتي. ماركس! ماركس تعال بص! ماركس! جيت أتكلم معاك يا ماركس. يلا أوعدك بده مش هيحاولوا يعملوا حاجة. ما تروحش ده فخ. معيش سلاح يا ماركس، عايز أكلمك بس. أنا ما عنديش حاجة أقولها. حرر شعبي وبعدين نتكلم. جيت علشان ما تفاوض، مش ده طلبك؟ لازم أسمع هو هيقول إيه. طيب ولو قتلوك؟ دي مخاطرة مهمة. في أقل من دقايق هنأمر القوات تضرب نار، مفيش حد هيعيش وكله هيخلص. بس انت ممكن تتجنب ده. قصدك ايه؟ استسلم، استسلم وانا وعدك ان اعفو عن حياتك. هتتحجز لكن مفيش حد هيتدمر. ايه اللي حصل للاندرويد اللي اتظهروا في المعسكرات؟ للاسف ما كانش في صحفيين في المكان علشان تحاول تنقذهم. انت بس اخر متحول فاضل. انا مش خايف من الموت. لو دفعت حياتي تمن لمبادئي فكده موتي هيكون بفايده. تقدر تبقى حر يا ماركس وتعيش بين البشر، تقدر تحقق كل اللي حلمت بيه دايما. حياة شعبك، الحرية ليكم. المطلوب تنطق الكلمة. انت بتطلب مني اني اخون شعبي؟ انا بعرض فرصة علشان تنقذ شعبك. مش هتخرج من هنا يا ماركس. انت تقدر تنقذ دلوقتي حياتي اللي حواليك. افضل ان انا اموت هنا عن اني اخون شعبي. طيب طلعت قرار بموتك؟ ايه اللي حصل يا ماركس؟ ايه اللي قاله؟ البشر على وشك انهم يهجموا علينا واحنا لازم نوريهم اننا مش خايفين. ولو هنموت النهارده لازم نموت أحرار. حياة صاحبك متوقفة عليك، ده الوقت علشان تحدد الحاجة الأهم.
هو ولا الثورة؟ ما تسمعش كلامه، كل الكلام اللي بيقوله ده كذب. لو استسلمت أضمن إزاي ما تموتوش؟ أنا بعمل كل حاجة ضرورية علشان أكمل مهمتي بنجاح، وإن قتل بشري يبقى من الحاجات دي هو قرارك أنت. أنا كنت زيك بالظبط، كنت فاكر إن مهمتي أهم، لكن في يوم قدرت إني أفهم. حركة حلوة قوي يا كونر، بس أنا مش متحول، أنا آلة تصممت لتحقيق هدف معين، وده بالظبط اللي أنا هعمله. كفاية كلام، جه الوقت علشان تقرر أنت مين. هتختار تنقذ حياة شريكك ولا هتضحي بيه ببساطة؟ آسف يا فندم. ليه يا كونر؟ ليه يعني تصحى وتفكر وكل اللي مطلوب منك إنك تطيع الأوامر؟ ليه اخترت الحرية لما ممكن تعيش من غير ما تسأل أي أسئلة؟ أنا مطيع يا كونر، أنا عندي هدف، أنا عارف أنا أبقى إيه. شايف أحلامك بالحرية وصلتك لفين يا كونر؟ أنت كنت خيبة أمل كبيرة الأمان ده، وبرضو خيبت ظني أنا كمان. لحسن الحظ كل ده هيخلص دلوقتي. عندك كلمة أخيرة؟ أتخيل أبداً إني حتصب طلقة علشان أنقذ أندرويد. كل حاجة هتبقى بخير يا فندم، أنا هخرجك من هنا. اسكت شوية واسمعني، فات الوقت. اسمع، أنا رايح علشان أشوف ابني تاني. ماشي، أنا كان نفسي في ده من مدة طويلة. أدي البشر درس ما ينسهوش، كفاية فوضى عليهم لحد كده. انت حتوحشني يا كونر. ايوه اصحى 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 اصحى. اطلع لما تسمع الإشارة، فاهم؟ مش هقول الكلام ده تاني. اطلع اتحرك. في ايه ورا البيبان دي؟ أليس كارا. لا يا أليس ما تتحركيش. بس أنا خايفة.
لازم تفضلي في الصف، ما تتحركيش، فاهمة؟ بس مش لوحدي يا كارا، ما اقدرش ما اقدرش. قادر اساعدك يا كارا، انا هشغل الحراس. ارجعي للصف. انت افرج، انا قلت ارجع للصف. كارا كنت مرعوبة جدا. انت كويسة؟ يلا اتحرك. ايه مشكلتهم؟ انا ما اعرف. انتوا بطلوا الهبل ده، سامعين؟ قلت كفايه كده. ست الحاجات دي اتجننت، لو خلصت بسرعه هيكون افضل. مكانك. روح يا انس. لا يا كارا، لا. انت على الهواء، ايه اللي بيحصل عندك؟ نأسف لقطع النشرة لنقل لكم اخر الاخبار من ديترويت مباشرة. جاس؟ ايوه يا مايكل، انا شايف الجيش بيهجم على الحاجز دلوقتي، مع ان المتغيرين كانوا بيتظاهروا بسلمية. تقرر على ما يبدو انه هينهي مظاهرات واحتجاجات المتحولين بالقوة هذه المرة.
انفجار حصل دلوقتي حالا في ديترويت. احنا لسه ما نعرفش سبب الانفجار، لكن احنا انا تقارير كتيرة غير مؤكدة، لكن مفيش اي اخبار حوالين الموضوع في الوقت الحالي. انفجار في جنوب ديترويت، لا نعرف حتى الآن إذا ما كان هناك ضحايا إلى الآن أم لا، لكن يمكننا ربط هذا بثورة الأندرويد المندلعة في المدينة. قم بلا إشعاعية يا سيادة الرئيس. يا ربي، الأندرويد، آلاف الأندرويد نازلين شوارع ديترويت دلوقتي حالا، بينتشروا في كل مكان. ده شيء رائع. السلطات أمرت بأنه يتم إخلاء المدينة من السكان فوراً. لو كانت بجد قنبلة إشعاعية فمستويات الإشعاع هتكون مميتة لمسافة أميال. ديترويت، مدينة ديترويت سقطت في أيدي ثورة الأندرويد. دي فعلاً كارثة، دي كارثة ما حصلتش قبل كده. النهاردة المتحولين الأندرويد رموا قنبلة إشعاعية في مدينتنا. القنبلة دي نتج عنها نفايات إشعاعية سامة جداً، وعشان نضمن سلامة شعبنا الجيش بيخلي المنطقة من المدنيين على بعد حوالي 50 ميل. المدينة ممكن تفضل غير مأهولة بالسكان لسنين، وكمان بيتقال إن المتحولين سيطروا على المقر الرئيسي لسايبر لايف وقاموا كمان بتحرير أكتر من 1,000,000 أندرويد هناك. الجدير بالذكر إن دي المرة الأولى في تاريخنا تقع المدينة تحت سيطرة العدو بالشكل ده، وإحنا قررنا نحاربهم بكل قوتنا، ومش هنهدأ أبداً إلا لما نرجع ونسيطر على المدينة ونقوم بتدميرهم تماماً. البشرية دلوقتي على وشك دخول أهم معركة ليها، يا إما تقودنا للانتصار أو ننطرد بعدها. إحنا فليبارككم الرب، بقينا ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية. أحرار. Oh,